اهلا وسهلا بيكم ابنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، معاكم مس عبير عباس من منصه الاسكوله. حبايبي وصلنا مع بعض للفصل الرابع من اسهل الفصول واحلى فصول كمان هتاخدها وسهله جدا في مذاكرتها. اول حاجه بنتكلم فيها عن المضلعات. قبل ما اتكلم عن المضلعات لازم افهم الاشكال. الاشكال بقسمها لجزئين، ثنائيه الابعاد وثلاثيه الابعاد. يعني ايه ثلاثيه الابعاد؟ يعني المجسم اللي انا ماسكاه في ايدي كده، ده اسمه مجسم، واسمه متوازي مستطيلات. كمان ده مجسم واسمه مكعب. وعندي كمان الاسطوانه مجسم. حبايبي طالما امسكها كده مجسم. وفي كمان مجسمات اخرى ما جبتهاش، زي ايه؟ المخروط، الهرم، المنشور وغيرها. طب المضلعات هي اشكال ثنائيه الابعاد. جميل. زي ايه؟ زي شبه المنحرف. زي ايه؟ زي المعين. ايه كمان؟ المستطيل حبايبي. وايه كمان؟ والمربع. وبعدين هنبتدي ندرس خواص كل واحد فيهم، وكمان هنشوف ايه المشترك. بس هيهمني قوي خواص متوازي الاضلاع وخواص شبه المنحرف، والعلاقه كمان بين ايه وايه؟ بين المربع والمستطيل، او العلاقه بين المربع والمعين. وبعد ده ايه يا حبايبي؟ هنجيب المساحه بمعلوميه الابعاد اللي هي الطول والعرض، تمام. وبعد كده هنستخدم خاصيه التوزيع في الضرب. في صديق اللذيذ يقول لي ايه مس، هو انا هستخدم التوزيع في المساحه؟ اقول له حبيبي يعني مثلا لو جيت قلت لك 3 في 8 مستطيل، ابعاده الطول 8 ولا ايه العرض 3، حبيت تجيب المساحه بتاعتها وقلت 3 في 8 24. افرض انت نسيت، مش حافظ اغلط؟ لا، ممكن اقسم ال 8 ل 4 و 4 تبقى 3 في 4 ب 12 و 3 في 4 ب 12 و 12 و 12 24. يبقى حضرتك استخدمت خاصيه التوزيع. ومن هنا حبايبي نبدا اول درسنا اللي بتكلم فيه عن المضلعات، تمام. وهبدا ادرس عدد الرؤوس وعدد الزوايا وعدد ايه الاضلاع والعلاقه بينهم. يلا بينا مع بعض عشان نفهم شرحي. حبايبي بنكمل مع بعض الدرس النهارده، بتكلم فيه عن المضلعات. معايا وسيم؟ معاك. انت مش كنت واقف معايا من شويه وكنت مركز؟ اه. وكنا بنتكلم على الاشكال. اه. وقلنا الاشكال بقسمها لحاجتين، صح؟ اه ركز كده، ثنائيه الابعاد، صح؟ اه. جميل. خلي بالك يا وسيم، ثنائيه الابعاد انا رسمت لك اهم، كل دول اسمهم ايه؟ ثنائيه الابعاد. بس فيهم مضلعات وفيهم مش مضلعات، تمام؟ يعني مثلا الشكل الاولاني ده شفته؟ اه. مضلع ولا غير مضلع؟ مضلع. صح. طيب اللي جنبه؟ مضلع. برافو. اللي مضلع. ثانيه واحده. جميل. طب القلب مضلع. الجميل؟ اه طبعا ليس مضلع، او مش مضلع زي الاستاذ وسيم الجميل، عشان ما فيهوش قطع مستقيمه، صح يا وسيم؟ صح. تمام. طب ده مضلع. جميل، برافو عليك. وده ايه ده؟ متدلع. لا انت اللي متدلع، اسمه ايه؟ مضلع. مضلع. طب والدايره؟ مش مضلع. برافو عليك يا وسيم. دول ثنائيه الابعاد، تمام. قلنا كمان ثلاثيه الابعاد، صح يا وسيم؟ صح. مركز معايا. مثلا دي اسطوانه اهي، دي ثلاثيه ايه؟ ابعاد. شاطر. ومكعب ده كمان ثلاثيه ايه؟ ابعاد. برافو عليك. وكمان متوازي المستطيلات ايه؟ ثلاثية الأبعاد اللي هي مجسمة. يعني ايه ثلاثية؟ يعني مجسمة بمسكها كده زي ما أنت ماسكها كده، مجسم، تمام؟ تمام؟ لكن بص حبيب قلبي، خلاص احنا عرفنا المجسمات، هنا اللي هي ثنائية الأبعاد أهو، اللي هو ده المضلعات، شايف يا وسيم؟ أهو بيبقى عبارة عن إيه؟ قطع مستقيمة ومغلقة. قطع إيه يا وسيم؟ مستقيمة ومغلقة. لا عايز تقول صحصح كده. برافو عليك، برافو عليك. اهو يبقى انا عندي دلوقتي فهمنا يعني ايه ثلاثيه الابعاد. الاشكال اللي انا حطها لك دي اهي، اصحى كده يا وسيم وركز هنا في الصور.
عندي هنا ايه؟ متوازي مستطيلات، مكعب، اسطوانه، مخروط. اللي شبه ايه؟ شبه دماغ. دماغك؟ لا لا، انت دماغك جميله، شبه الترتور اللي بنلبسه في العيد ميلاد. كره ماشي، هرم ومنشور. تمام يا حبيبي؟ يبقى احنا كنا كل كلامنا دلوقتي وتركيزنا على المضلعات، ودرسنا بيتكلم على ايه يا جميل؟ يعني ايه بقى مضلع؟ بقول هي اشكال مغلقه. برافو عليك. مائية من ابعاد. ايوه لها اضلاع مش مستقيمه. ايه ده؟ ينفع؟ طبعا ما ينفعش. ليه؟ اخر كلمه وحشه. مستقيمه؟ ايوه كده، قولها تاني. مستقيمه. هي اشكال، قولي تاني. مائية من ابعاد لها اضلاع مستقيمه. برافو عليك. طب يا ترى انا بسميه بايه؟ ده يسمى حسب عدد اضلاعه. يعني مثلا يا حبيبي ده اسمه مضلع ايه؟ رباعي. رباعي. عشان ليه كام ضلع؟ اربعه. شاطر. واللي جنبه مضلع ايه؟ اربعه. يبقى مضلع ايه؟ رباعي. برافو عليك. واللي بعده؟ رباعي. جميل. طيب والقلب ده؟ زيرو. مش مضلع اصلا. مش مضلع. طب والمضلع اللي عليه الدور؟ ها؟ اربعه. مضلع رباعي. طب وهنا؟ ثلاثي. برافو عليك. يبقى بسميه حسب عدد ايه؟ اضلاع. ده انت جميل جدا، بتحب الهندسه صح؟ يعني لا انت بتحبها. طب بص بقى السؤال اهو، اقول ايه؟ انت شايفه وبتقراه معايا؟ اه. لون المضلعات فقط. جميل. المضلعات فقط يا حبايبي فيما يلي، ثم حدد اسم ايه؟ المضلع. يلا ادي الاشكال، ايه رايك؟ الاولاني ده مضلع. برافو عليك. انا هقول اهو مضلع ثلاثي نلونه. برافو عليك. طب ليه اسم تاني اسمه ايه؟ مثلث. الله الله الله، الونه زي ما هو قال لي. ده انت جميل جدا. طب اللي بعده اسمه مضلع ايه؟ رباعي. شاطر. مضلع رباعي. طب ليه اسم تاني يا وسيم؟ متوازي. اه متوازي. أضلاع. قلت كده حلو. متوازي أضلاع. ألونه ولا ما لونهوش؟ ألونه. جميل جدا. طب واللي بعده؟ لا. ده إيه؟ رسمة قلب لذيذة صح؟ أيوه وحشة. جميل. وحشة؟ ماشي. قلب مضلع ولا غير مضلع؟ مضلع. يبقى أعمل له غلط، مش عايزاه. طب الرسمة اللي وراها دي مضلع ولا لأ؟ مضلع. يبقى برضه غلط، أنا مش عايزاه صح؟ طب يلا اللي عليها الدور هنا يا وسيم، ده ايه؟ ده سداسي. يبقى اكتب مضلع سداسي. واحد قدامي الكاميرا هنا بيقول لي انا مش عارف ليه سداسي، هقول له عشان لستة اضلاع. عد معايا. برافو عليك، فسميني مضلع سداسي. الونه ولا ما لونهوش؟ الونه طبعا. الونه طبعا. طب اللي بعده بقى يلا. مضلع. انا ضحكت عليك. ضحكت عليك وانت غلطت. لا ده انت غلطت، ده مش مضلع. اقول لك لان مفيش مقفول اهو، مفتوح من تحت، واحنا قلنا ان هو اشكال مغلقه وده غير مغلق، يبقى ليس ايه؟ مضلع. شفت ضحكت عليك ازاي؟ ما تزعلش ما تزعلش، يلا هتبقى شاطر. اللي بعده الدايره دي مضلع ولا لا؟ لا. برافو عليك. طب اللي بعدها مضلع. طب مضلع ايه يا جميل؟ خماسي. برافو عليك، مضلع خماسي. لاني ليه كام ضلع؟ خمسة. انا هعده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الونهم ولا ما لونوش؟ لونه. اهو اديني لونته. ايه رايك في الهندسة جميلة صح؟ حلو. هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل كراسة. جميل. هترسم مضلعات؟ اه. وهتعرف كل اسم فيهم؟ لا. طب وانت بتجيب الكراسة لازم تجيب الكراسة بتاعتك ونكمل مع بعض الدرس، ماشي؟ لا. انت بتقول ايه؟ لا بقولش حاجة. شكلك بتقول حاجة. لا بقول حاجة. اه الأستاذ وسيم هيرسم مضلعات ويقعد هنا معايا ويكمل بقية ايه؟ الدرس اللي هو شاطر فيه أصلا وعارفه، صح يا وسيم؟ صح. يلا حبيبي بقى اتفضل اقعد جنبنا أما نكمل شرحي. بنكمل بقى دلوقتي ايه؟ بسألك يا ترى عدد الرؤوس كام؟ عدد الأضلاع كام؟ عدد الزوايا ايه؟
وايه العلاقة بينهم؟ تعال بص معايا هنا، اول سؤال بيقول ايه؟ هنا بقول اكتب عدد الاضلاع وعدد الرؤوس وعدد الزوايا في كل مما ياتي. طب عدد الاضلاع حبايبي ايه هو الضلع؟ اللي هو القطعة المستقيمة دي، كل دي، دي اسمها ضلع، دي اسمها ضلع. يبقى واحد اتنين اهو تلاتة اربعة، يبقى انا عندي عدد الاضلاع كام؟ اربعة. طب عدد الرؤوس، الكرة اللي هعملها دي اسمها رأس، يبقى واحد هنا اتنين هنا تلاتة اربعة، يبقى انا عندي كم رأس؟ اربعة. الزوايا، الزوايا اللي هي جوه دي اسمها زاوية، شايفها اللي انا ملونها دي زاوية، وهنا زاوية، يبقى دي اتنين، وهنا جميل زاوية، وهنا زاوية، يبقى انا عندي كم زاوية؟ اربع زوايا. خلي بالك من اللي احنا بنتكلم ده فيه عشان هتبقى حاجة مهمة. عدد الاضلاع، ادي مضلع ثلاثي، ده مضلع ثلاثي واسمه حتى مثلث. طب يلا عدد الاضلاع عد معايا، ادي واحد تمام، كمل اتنين، كمل تلاتة، يبقى انا عندي كم ضلع؟ تلاتة. طب الراس، احنا قلنا الراس اللي هي الجزء اللي فوق ده، ادي واحد ادي اتنين، هنا تلات رؤوس، انا عاملاها كورة تلات رؤوس. الزوايا اللي جوه حبايبي دي زاوية، ادي واحد ادي اتنين ادي تلات زوايا، تمام جدا. خلي بالك هنا ابتديت الاحظ حاجة، ان عدد الاضلاع هيساوي عدد الرؤوس هيساوي عدد الزوايا لغايه دلوقتي. طب تعالى نشوف تاني يمكن يختلف. هنا ده شكل ايه؟ شكل خماسي لانه له خمس اضلاع. طب انا عايز اعد الاضلاع، عد معايا، ادي واحد ده ضلع، هنا اتنين جميل، تلاتة كمل، اربعة، طب اللي بعده خمسة، يبقى خمس اضلاع. طب عدد الرؤوس، احنا اتفقنا اللي فوق دي رأس، ادي واحد، وهنا اتنين كمل، تلاتة اربعة، خمسة رؤوس، يبقى خمس رؤوس. طب الزوايا، الزوايا هي حبايبي اللي جوه دي كده اسمها زاوية، واحد وادي هنا اتنين، وهو كمان تلاتة، كمل اربعة لغاية ما اخلصهم خمسة. لغاية دلوقتي ايه اللي حضرتك ملاحظه؟ ان عدد الاضلاع يساوي عدد الزوايا يساوي عدد الرؤوس. ادي شكل ايه؟ ثلاثي. اسمه ليه شكل ثلاثي؟ عشان ستة اضلاع. طب تعالى نعد بقى شويه كده معايا، واحد تمام، اتنين، تلاته ده ضلع، اربعه كمل، خمسه كمل، سته، سته اضلاع. انا بحاول اوضحها لك، الرؤوس خلاص اهي بعمل كوره، ادي واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة، يبقى ستة رؤوس. طب الزوايا، واحد شايفها، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى ستة زوايا برضو. لغاية دلوقتي ايه بقى حضرتك ملاحظ؟ ان اي مضلع سواء كان مضلع رباعي اللي هو ده اسمه مضلع رباعي اللي هو مين؟ المربع، كان عدد الرؤوس يساوي الاضلاع يساوي الزوايا. طب المضلع الثلاثي اللي هو المثلث كان نفس الكلام، عدد الاضلاع بيساوي عدد الرؤوس بيساوي عدد الزوايا. طب المضلع الخماسي، نفس الكلام، ان عدد الاضلاع هي عدد الرؤوس نفس عدد الزوايا. طب هنا مضلع سداسي، يبقى عدد الاضلاع يساوي عدد الرؤوس يساوي عدد الزوايا. يبقى المعلومه دي حبايبي معلومة جميلة وسهلة ولازم تاخد بالك منها، تمام كده؟ فاهمين دلوقتي؟ طب بص بقى، احنا النهاردة هنركز شوية على متوازي الأضلاع ونبدأ ندرس صفاته. الشكل اللي أنا رسماه الجميل ده اسمه إيه؟ متوازي أضلاع. عايزك تخلي بالك إن هنا إيه؟ إن الضلع اللي فوق بيوازي الضلع التاني اللي قصاده، إن كل ضلعين متقابلين أو متوازيين. طيب والضلع برضو اللي مايل ده بيوازي الضلع المقابل ليه؟ يبقى هنا ايه بقى في متوازي الاضلاع؟ هو مضلع، طبعا هو مضلع رباعي يعني ليه اربع اضلاع، فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين. خلي بالك ايه الخصائص التي تميز متوازي الاضلاع؟ ان كل ضلعين متقابلين متوازيين. قلت لحضرتك ان الضلع
هنا يوازي الضلع اللي ايه المقابل ليه، والضلع ده اهو ماله يوازي الضلع المقابل ليه، يبقى كان هو مضلع فيه كل ضلعين متقابلين متوازيا. اصلا يعني ايه كلمه توازي حبيبي؟ شايف ده شريط سكه حديد صح اللي بيمشي عليه القطر؟ لو انت لاحظت هتلاقي ان القضيب هنا يوازي هذا القضيب، لا يمكن انهم يتقاطعوا. ما هو لو اتقاطع هيحصل ايه؟ القطر يتقلب. نفس الكلام حتى الالواح الخشبيه اللي تحت دي اهي برضو متوازيه، لا يمكن ان تتقاطع. تمام، يبقى هو يبقى القطع المستقيمه المتوازيه لا تتقاطع ابدا في نقطه واحده. يبقى انا عمري ما هنسى شكل شريط السكه الحديد اللي كل خطوطه متوازيه، لا يمكن لا يمكن ان تتقاطع. تمام تمام يا حبايبي، تعال معايا. يبقى هنا المضلعات التي بقى فيها كل ضلعين متقابلين متوازيين، يا ترى مين اللي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين؟ اخدنا مضلعات كتير، المربع المستطيل متوازي الاضلاع المعين. تعال معايا، ده اسمه ايه؟ ده اول واحد اسمه متوازي الاضلاع. حلو، اللي هو كل ضلعين اهم الاثنين متقابلين متوازيين، والاثنين المتقابلين متوازيين. طب المضلع الثاني ده اسمه ايه؟ اسمه مستطيل. لاقي معايا ان فعلا ضلع هنا اللي يقابله يوازيه، والضلع الاولاني برضو ايه يقابله يوازيه. طب كمان ده اسمه ايه؟ اسمه مربع. فعلا نفس الفكره، ادي ضلع هنا وده الذي يقابله متوازيان، والضلع الاخر متوازيان. رايم ما بعمل الاسهم بيبقوا اتنين واحده واتنين اتنين. طب اخر شكل اسمه ايه؟ ده اسمه معين. خلي بالك لان لسه هندرس فيه، هتلاقي ادي ضلع مقابل يبقوا الاتنين متوازيين، وادي ضلع اخر وضلع اخر مقابل ليه؟ متوازي. يبقى المضلعات التي فيها كل ضلعين متقابلين متوازيين متوازي الاضلاع المستطيل المربع المعين. ركز كويس قوي عشان الخواص دي مهمه. طب يلا بقى يا حبايبي، اما بقول لك صل اوصل، مش انت فهمت الخواص؟ نبدا بقى. انا رسمه ده صح، ده مربع حلو. طب دي دائره جميل. طب ده شكل خماسي تمام، او مضلع خماسي، او مضلع خماسي، الكلمتين صح حبايبي. طيب هنا متوازي اضلاع، جميل جدا. طيب يا ترى بقى ايه الخصائص المناسبه؟ اما اجي اقول لك على فكره دول اشكال ثنائيه الابعاد ولا ثلاثيه الابعاد؟ برافو عليك، ثنائيه. بقول ايه؟ شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين. مين؟ على طول متوازي الاضلاع. تمام، اوصلها اهي. طيب اللي بعدها شكل ثنائي الابعاد. تمام، له خمس اضلاع وخمس رؤوس. خمسه، ما باين اهي شكله خماسي، جميل. اللي بعده شكل ثنائي الابعاد وليس بمضلع، يا ترى من في دول اللي انا ما سموش مضلع؟ طبعا الدايره. ايه رايك؟ حلوه. طب يلا، شكل رباعي له اربع اضلاع متساويه في الطول. انت هفهم ده، انت ممتاز. مين اللي اربع اضلاع متساويه في الطول؟ المربع. تمام كده حبايبي، واحنا وصلنا لنهايه الدرس. تمام، حلو، درس جميل جدا للهندسه، لذيذه قوي، تعمل الاشكال في البيت وتبدا كمان تلعب بيها وتعرف مين المضلع مين مش مضلع، مين الاضلاع متوازيه وهكذا. وبرضه لسه بنكمل في الدرس القادم ان شاء الله، برضه في المضلعات وخصائص المضلعات. حبايبي الى اللقاء ان شاء الله في الدرس القادم. ما ننساش نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يقدر يوصل لنا كل الفيديوهات الجديده، والى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله.